شيع الآلاف من أهالي مدينة المنصورة اليوم جثمان سائق التاكسي الذي قام منتمون لجماعة الإخوان بذبحه وإحراق سيارته خلال إحدى المسيرات الخاصة بهم عقب صلاة المغرب أمس. كان جثمان السائق قد وصل لمسجد النصر للصلاة عليه ظهر اليوم ملفوفا بعلم مصر وسط آلاف من المشيعين وأسرته التي أقسمت بأن تأخذ بحق ابنها الذي لم يرتكب ذنبا وقتل بطريقة وحشية على يد الإخوان طبقا لما رددته أسرته. كما تحقق أيضا نيابة المنصورة مع 12 متهما إخوانيا بعد أن تورطوا في قتل السائق فيما تواصل الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الطبيب الذي دعا لتنظيم المظاهرة.